وللنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن زيارة سمو ولي العهد لروسيا، الرسائل والنتائج وكيف توجه بوصلته علاقات الرياض موسكو. ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ الدكتور صالح الخثلان أستاذ العلوم السياسية جامعة الملك سعود، ومن باريس دكتور خطار ودياب أستاذ العلاقات الدولية جامعة باريس، ومن موسكو رائد جبر مدير مكتب صحيفة الحياة. دكتور صالح، على مستوى الزيارة اليوم كان هناك يعني رأينا حديث بين الرئيس بوتين وسمو ولي العهد، كان هناك يعني بعض النقاط التي طرحت. في البداية نريد يعني الوقوف على شكل العلاقات السعودية الروسية خلال بضع سنوات الأخير، نقول 3 سنوات الأخيرة. طيب شكرا أيمن. طبعا الزيارة مهمة وهي تأتي في ما أسميه المرحلة الخامسة من المراحل اللي مرت بها العلاقات السعودية الروسية منذ استئنافها في 1990. يعني العلاقات مرت بمراحل صعود وهبوط، فالمرحلة الخامسة بدأت من 2015 وهي شهدت كثافة كبيرة جدا في اتصالات بين الرياض وموسكو، وأشار في التقرير إلى أن هذه الزيارة الثالثة واللقاء الرابع بين الرئيس بوتين وسمو ولي العهد، بالإضافة إلى يعني اتصالات مستمرة بين وزراء الخارجية ووزراء الطاقة ومسؤولين في البلدين، فهناك كثافة كبيرة جدا في هذه يعني في هذا المرحلة بين الدولتين. لكن المراقب للعلاقات السعودية الروسية يجد أنها بين دائما في حالة صعود وهبوط. فلو أخذتها تجد يعني من استنافة قبل حوالي ربع قرن 27 سنة تحديدا، مرت تقريبا بخمس مراحل، من 90 إلى 94 في قفزة لما يعني استنفت العلاقات ووقعت الاتفاقية العامة للعلاقات للتعاون الاقتصادي والثقافي وغيره، إلى 94 لما بدأت الحرب الشيشانية واتهامات لوجهة المملكة وأنها تدعم الشيشان ونشر الوهابية هناك، واستمرت الحالة حتى 2003 عندما قام خادم الحرب الشريفة الملك عبد الله رحمة الله عليه وكان ولي العهد بزيارته، وأسست لي مرحلة جديدة 2003 وانطلاقة جديدة في العلاقات بين موسكو بين السعودية وروسيا. استمرت هذه الحالة وصار في يعني زيارات بين البلدين، أهمها زيارة الرئيس بوتين للرياض 2007. 2011 توقفت، انتهت هذه المرحلة مع بداية ثورات يعني الربيع العربي والتقييم المختلف بين الدولتين فيما يتعلق بالتعاطي مع الربيع العربي وتحديدا في سوريا، فدخلنا مرحلة يعني الرابعة وصار في نوع من تنافر إن صح القول بين موسكو والرياض فيما يتعلق تحديدا بكيفية التعاطي مع ملف الثورة في سوريا. استمرت هذه الحالة حتى 2015. 2015 دخلنا مرحلة جديدة، يبدو أن الرياض وموسكو أدركتا أنهما لا يمكن إلا أن تتعاونا خاصة فيما يتعلق بسوريا، وإن كانوا يعني حتى الآن هذا الملف أظنه لا زال مفتوح، لكنهم أدركتا أهمية التعاون في إطار آخر أو في جانب آخر اللي هو الجانب الطاقة، لأنهم بسبب الانخفاض اللي شهده أسواق يعني أسعار النفط تضررت يعني اقتصاد الدولتين بحكم انهم يعتمدان على يعني تصدير الطاقه، وان كان التاثير يعني متباين بين الدولتين ولكن له اثره. فاظنهم 2015 بدا تحول، بالاضافه الى تحول في السياسه الخارجيه السعوديه يعني نتيجه التحولات اللي صارت في المملكه، فصار فيه نوع من الكثافه في التواصل مع موسكو. هذا أوجد يعني قلل مساحة الخلاف بين الرياض وموسكو، لكن وفي تعاون كبير جدا لعله واضح أكبر في الجانب موضوع الطاقة والتوافق الأخير اللي حدث بين الرياض ويعني وموسكو فيما يتعلق بتجميد يعني مستويات خفض إنتاج النفط. أنا سأعود إلى تفصيلات معينة في فيما قلت دكتور صالح، لكن دعني أنتقل إلى موسكو. سيد رائد، أهلا وسهلا بك. هنا يعني لديكم في الكرملين اختتمت زيارة سمو ولي العهد إلى موسكو. لو يعني وضعتنا في صورة ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية سيد رائد. نعم مساء الخير. بداية يعني أعتقد أنها كانت الأجواء الإيجابية، أجواء الارتياح كانت واضحة خلال هذه الزيارة. يعني الحديث الذي تكلم به الرئيس فلاديمير بوتين وسمو الأمير محمد بن سلمان كان واضحا أصلا أن هناك أجواء من الارتياح بين الطرفين. بوتين ركز كما لاحظتم أكثر من مرة على الإشادة بدور المملكة
أولا في قضايا التعاون الثنائي، يعني مسائل النفط، القضايا التي جرى نقاش حولها بين البلدين وتم هناك تعاون فيها، لكن أعتقد أنه المهم أيضا هي الإشارات إلى ملفات أخرى، يعني ملفات أصلا هي خلافية وخلافية كبيرة، يعني مثل سوريا، مثلا الوضع في سوريا كان هناك إشارة أنه نحن نعمل سويا من أجل تسوية الوضع في سوريا، هذه إشارة أعتقد أنها كانت متعمدة وهي إيجابية جدا في هذا الظرف بالتحديد، ليس خفيا طبعا لا يخفى أنه موسكو في هذا التوقيت يعني تسعى إلى تأمين الوضع، يعني لنأخذ موضوع سوريا كونه أبرز الملف خلافي، أنه تسعى إلى ضمان مشاركة من جانب المملكة السعودية في عملية تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، وترى أنه دور المملكة مهم باعتبارها طرف مؤثر وأساسي في هذه المسألة. لذلك أعتقد أنه هذا الحديث، هذا التركيز كان متعمدا من جانب بوتين. سأتي على نقطة طبعا إلى الإشارات الاقتصادية المهمة. نعم سيد رأس، سأتي على نقطة سوريا تحديدا في شكل العلاقة أو وضع سوريا في شكل العلاقة بين الرياض وموسكو، لكن دعني أنتقل إلى دكتور خطار من باريس. دكتور خطار، دكتور صالح الختلان هنا قال أن العلاقات بين الرياض وموسكو دائما ما كانت تمر بأشبه ما يكون بالمد والجزر، لا يوجد يعني وتيرة واحدة للعلاقات، هي إما مرتفعة أو تكون في 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 مستوى أدنى. لماذا هذا التفاوت بين الرياض وموسكو في شكل العلاقة بينهما؟ الشهر مبارك على الجميع، تحياتي لكم وللمحاورين الكرام، للفريق العامل، لكل من يشاهدنا. بالطبع هذه المسألة، مسألة العلاقات الروسية السعودية، إذا عدنا إلى البدايات كانت روسيا من أوائل الدول التي اعترفت بنشأة أو الاتحاد السوفيتي حتى بالمملكة العربية السعودية، لكن في النهاية الفوارق ربما الإيديولوجية والسياسية أثرت، وكان هناك حرب باردة، علينا ألا ننسى ذلك، وكان هناك بالطبع العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أثرت على سبيل هذه العلاقات. ومن هنا ما سرده الدكتور صالح عن مراحل ما بعد 1990 مهم جدا في هذه المقاربة لفهم الوضع الروسي، خاصة أن البعض يعتقد أن حرب الطاقة في الماضي أو أسعار الطاقة ربما ساهمت حتى في خلخلة وضع الاتحاد السوفيتي. نعم. ولكن في النهاية العلاقات كما قلتم فيها مد وجزر. نعم. وفي مواضيع معينة من التعاطي مع الإسلام بشكل عام، كان هناك في البداية نوع من تشدد مطلق، بعد زيارة المغفور له الملك السابق عندما كان ولي للعهد إلى موسكو أخذت الأمور منحى آخر، ومع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولي العهد تأخذ الآن مجالا آخر، بمعنى هناك نوع من ترتيب للعلاقات الجيدة على مستوى تنظيم سوق الطاقة، تضييق لمساحات الخلاف أو تنظيم للخلاف بعض المرات. نعم. ولكن سعي كل طرف يعترف بدور الآخر، تعترف المملكة بأنه لا يمكن حل قضايا دولية كثيرة من دون إسهام موسكو، وتعترف موسكو بالدور المحوري للمملكة في قضايا المنطقة وقضايا سوق الطاقة. وأعتقد أن هذه العلاقات مرشحة للتحسن في المرحلة المقبلة. دكتور صالح، هناك إشارة دائما ربما لربط العلاقات الروسية السعودية بشكل أو بآخر بعامل آخر مؤثر، وهو عامل الولايات المتحدة. هذه الزيارة أتت بعد زيارة تاريخية للرئيس ترامب إلى الرياض، هل من قراءة سياسية في هذا الإطار؟ بمعنى أن الزيارة أتت بعد زيارة الرئيس ترامب، هل المملكة تريد إيصال رسالة معينة إلى الطرف الروسي بأن لا تأثير كبير على شكل العلاقة بين الرياض وموسكو بسبب وجود قفزة إيجابية كبيرة في شكل العلاقة بين الرياض وواشنطن؟
قد يكون هذا مقصود، ولكن لا أعلم إن إذا كان هذا أحد الدوافع لتوقيت الزيارة. ولكن بلا شك اللي ذكر الدكتور خطار مهم جدا، على الأقل على المستوى المفاهيمي في موسكو لا زال الإرث الحرب الباردة مؤثر على الأقل على النخب، لا زالوا ينظرون للسياسة الخارجية السعودية في المطلق في إطار علاقتها بواشنطن، وأن أي تحرك سعودي هو تحرك يأتي بالتنسيق مع الاستراتيجية الأمريكية. لا زلنا نعاني، وأظن هذا أحد العوائق على المستوى المفاهيمي اللي يعني لتطور العلاقات بين موسكو والرياض. يمكن المملكة الآن خلال السنتين الأخيرة يعني من خلال تكثيف العلاقة والحوار المتواصل مع الكرملين أظنها بدأت تغير، ويفترض أن نغير في هذه الصورة، أن هناك طرحا سعوديا فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا تحديدا، طرحا سعوديا مستقلا بعيدا عن يعني بلا شك أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي ومكون رئيس في التحرك السعودي تجاه العالم، وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة نظرتها للمملكة في المنطقة، لكن هذه يجب تجاوزها لأنها يعني إذا استمرت فهي عائق. وهذه حقيقة تتكرر نفس الشيء، نفس الإشكالية في نظرة الروس لعلاقة المملكة وتحركات المملكة تجاههم من زاوية واشنطن، لدينا نفس المشكلة تتكرر، ما يسمى بتأثير الطرف الثالث. نحن ننظر لروسيا في تحركاتها تجاه المنطقة من خلال علاقتها بإيران. أنا أظن مهم جدا أن يتفق الجانبان على ان يعني ان يتيح لعلاقاتهما يعني مساحه من التحرك بعيد عن هذه يعني العوائق، يعني تحييد العوامل يعني المؤثره في شكل العلاقه، بمعنى انه هناك يعني محددات للعلاقه السعوديه الامريكيه تاريخية استراتيجية. نعم. وهكذا هناك محددات ومعطيات العلاقة. نعم. بين روسيا وإيران يجب أن لا نجعلها عائقا أمام تطوير علاقتنا مع موسكو. هذا نعم. يعني بعد يعني تحييد الطرف الثالث هو في العلاقة. دكتور يعني ما أدري، بس هل تعتقد أن ذلك ممكن؟ يعني كلنا شفنا أنه كيف تأثرت العلاقات السعودية الأمريكية مع دخول العامل الإيراني واستلطاف الإدارة الأمريكية السابقة لطهران، شفنا كيف اهتزت شوي العلاقة، فبالتالي ممكن من الصعب تحييد طرف ثالث، ربما هو طرف يعني ليس تقليديا بالنسبة، هو يعني ينظر له نظرة شك وريبة وعدوانية بالنسبة للعلاقات بين الدول. هي القصة ليس يعني تحييد، ليس القصة، لازم تعترف أن العلاقات معقدة. يعني موسكو لها يعني أهدافها ولها اهتماماتها في المنطقة اللي ما قد لا تتفق مع السياسة السعودية. وكذلك بالنسبة للمملكة ويعني وعلاقتها بالولايات المتحدة، يعني فيه دوافع وفيه اشتراكات قد لا يعني تكون يعني خلينا نقول متفهمة في موسكو. القصد انه هذه طبيعة العلاقات الدولية، لا يمكن ان نختصرها نقول انه بسبب علاقته مع الطرف الثالث لابد ان يعني اقيد علاقتي. انا اظن من الاشياء اللي دائما يعني تعزز هذه النظرة السلبية في موسكو تجاه اي تحرك سعودي، وانه عدم الاخذ بشكل جاد موضوع صفقات الأسلحة. عندما يطرح موضوع التعاون العسكري وتطرح يعني أرقام كبيرة، وعلى الأقل على مستوى الإعلام، وهذه مسألة يعني ليست جديدة، خلال 10 سنوات الماضية طرحت يعني كلام كان عن عقود كبيرة جدا، ومن ثم لأسباب تقنية عدم تفاهم حول طبيعة العقد. نعم. وترتيبات العقد. نعم. ولا يتحقق شيء. نعم. فلكن الروس ياخذونها انه كانها لم يتحقق من بسبب نعم. يعني بسبب من زاوية سياسية مع الولايات المتحدة. نعم. هذه الإشكالية. يفترض انه ان الرياض تعي هذا البعد في التفكير الروسي واللي متاثر بالحرب الباردة، انه ولذلك يجب أن لا تتخذ خطوة يمكن أن يساء تفسيرها. وكذلك بالنسبة للروس وموقفهم من المملكة، لذلك هذا يتطلب ماذا يتطلب؟ نعم. يتطلب حوار استراتيجي مكثف. ولذلك المشكلة اللي ذكرناها يعني تعانيها السعودية والعلاقات السعودية الروسية، هذا يعني المد والجزر بسبب عدم وجود حوار ممنهج. يعني زيارات تأتي زيارة زي هذه وبعدين ننقطع، ومن ثم تأتي زيارة وهكذا. لابد من حوار ممنهج مستمر، يعني نقاط ومتسلسل ومجدول نعم. يعني ويكون نعم. فيه صراحة فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة من الجانب وتهم نعم. تهم الطرفين. نعم. أحد هذه القضايا سيد رائد جبر من موسكو،
أحد هذه القضايا التي أشرت لها أنت تحديدا موضوع سوريا. سوريا في هي بالنسبة للرياض مهمة على عدة مستويات، والوضع في سوريا يعني المملكة منخرطة منذ وقت باكر في هذه الأزمة، لكن أيضا موسكو لديها يعني أيضا حضور عسكري وسياسي في الملف السوري. تعتقد أن هذه الزيارة إلى أي مدى ربما تسهم في إيجاد صيغة توافقية في هذه المرحلة التي تعيشها الأزمة السورية تحديدا مع دخول أطراف كثيرة، الأطراف التركية والروسية وأطراف الأمريكية حتى، ووجود أيضا طرف رابع وهي الميليشيات الإيرانية؟ صحيح تماما، أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة حساسة جدا بالنسبة للتوافقات التي تجري حاليا إقليميا ودوليا حول الوضع عموما في سوريا. يعني يجب ألا ننسى أنه موسكو موجودة، روسيا موجودة الآن في سوريا، موجودة عموما في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط لمرحلة مؤقتة يعني في إطار الأزمة السورية، إنما تحاول أن تسعى إلى تثبيت تواجد بعيد الأمد طويل الأمد استراتيجي بشكل أو بآخر. لذلك الآن هذا الانفتاح الروسي، هي تريد إشراك كل الأطراف، تريد أن تتعاون مع الأطراف الإقليمية الأساسية ذات الثقل والمؤثرة، ليس فقط في الشأن السوري إنما على المستوى الإقليمي عموما. هذا واحدة من النقاط الأساسية التي تفتح الآن، يعني تجعل موسكو منفتحة أكثر على الحوار مع المملكة، وتؤكد على ضرورة أن يكون دور للأطراف الإقليمية الأساسية وعلى رأسها طبعا المملكة بأنه حضور في مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، في مسألة الوصول إلى أي تسويات مقبلة في سوريا. لكن أنا أعتقد أن المقصود ليس فقط سوريا، طبعا نحن نتحدث عن سوريا الآن لأن هي الملف الساخن، إنما المقصود هو عموما الوضع الإقليمي. يعني ليس خفيا أنه الآن ما يجري هو محاولة أو يعني إرهاصات لبداية رسم خريطة إقليمية جديدة، شرق أوسط جديد بملامح جديدة، ربما نظام إقليمي جديد على الأقل. الموضوع الرئيسي هنا ربما يكون ليس فقط الأزمة السورية، طبعا هو العلاقة مع إيران كما يعني أشرت في سؤالك، ربما يكون أحد المداخل الرئيسية لبدء الحوار الحقيقي بين موسكو والرياض حاليا، هو أنه سعي موسكو أو المؤشرات التي ظهرت من طرف موسكو أخيرا في الفترة الأخيرة إلى يعني توجهها لتقليص النفوذ الإيراني في على الأقل في بعض المناطق في سوريا. ربما يكون هذا ليس كافيا لأنه المطلوب هو الضغط على إيران بشكل أوسع إقليميا، لكن هذا مدخل يعني أرى أنه مناسب، وربما يكون مناسب لفتح حوار جدي بين موسكو والرياض حاليا، وهذا ما يجري في الواقع، هذا ما يجري حاليا، لأنه موسكو لم تخفي استياء خلال المرحلة الماضية من بعض الأدوار الإيرانية في سوريا. يعني عندما تمت التسوية في حلب مثلا، الميليشيات الإيرانية التابعة لإيران هي التي عطلت هذه التسوية. في غوطة دمشق نفس الموقف تكرر. لذلك الآن بدأت بعض الإشارات تظهر من جانب موسكو أنه لابد من تقليص هذا التواجد على الأقل، أن لا يكون منتشرا في كل الأراضي السورية. ربما يكون هذا واحد من المداخل الأساسية المهمة للحوار بين موسكو والرياض في المرحلة الحالية. لكن عموما في المدى الأبعد من ذلك، موسكو تحضر لتواجد طويل الأمد في المنطقة، ولذلك هي معنية كما قلت قبل قليل بالحوار مع كل الأطراف الإقليمية الأساسية، وطبعا على رأسها المملكة. يعني الحوار مع السعودية لا يقتصر على مسألة أسواق الطاقة والنفط وما إلى ذلك، على رغم الأهمية القصوى التي توليها موسكو لهذا الأمر، ولكن أيضا يقتصر، أي أيضا يمتد إلى موضوع النظام الإقليمي، السياسة الإقليمية العامة في المنطقة الشرق الأوسط. نعم الدكتور خطار، لماذا إذا يعني على بحسب الحديث الذي قاله أو تحدث به السيد رائد حول موقع سوريا في علاقة الرياض وموسكو، تعتقد لماذا موسكو مهتمة بدور سعودي في سوريا في هذه المرحلة، بالرغم أن الدور السعودي ربما منذ البداية كان مصرا على إزالة هذا النظام المتواجد في دمشق، وهذا ربما يخالف نظرة موسكو تماما؟ نعم، هذا سؤال جوهري ودقيق. بالنسبة لموسكو، البعض يتكلم عن تحويل جزء من سوريا إلى روسيا جديدة،
هناك عقود حول مطار، حول مرفأ طرسوس ومطار حميميم. هناك إذن نوع من سيطرة لا أدري إلى متى ستبقى، لكن في النهاية حتى ضمن التقاطعات التي تديرها روسيا مع إسرائيل، مع إيران، مع تركيا وغيرها، نلاحظ بالرغم من اعتمادها على القوات البرية الإيرانية في بعض العمليات أو الميليشيات التابعة لها، لكن هناك تنافس على النفوذ. وربما تحاول روسيا القول للأطراف العربية من الأفضل أن تتعاملوا مع روسيا قوية في سوريا وليس مع إيران. في مطلق الأحوال المهم التنفيذ، لا يمكن لا لاتفاق الأستانة ولا لاتفاق جنيف أو أي شيء آخر أن يكون البديل عن حل سياسي في سوريا. المملكة العربية السعودية ليست كباقي الأطراف. بالنسبة لإيران، سوريا أو النظام في دمشق يعتبر نوعا من الجوهرة على تاج المشروع الإمبراطوري الإيراني الذي يريد الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال حزب الله، وليكون هناك حضور قوي في اللعبة الإقليمية. وأيضا تركيا لها حدود واسعة ومصالح. المملكة العربية السعودية تاريخيا دعمت سوريا عندما كانت دولة مواجهة، ودعمتها اقتصاديا وسياسيا. ليس عندها مطمع مباشر أو مصلحة مباشرة، كل الهم كان منذ البداية هو إنقاذ الشعب السوري ومحاولة إيجاد حل سياسي. ضخمت المسائل بعض المرات حول مسائل الدعم، حرفت، لكن كان هناك دوما من نوع من الالتزام السعودي بالمجرى المشترك مع واشنطن وغيرها داخل الأراضي السورية. الآن ساعة الحقيقة بالنسبة لموسكو، وأنا ألاحظ كيف أن الرئيس بوتين دوما يصر على دعوة خادم الحرمين الشريفين. أظن أن المملكة كانت خلاقة دبلوماسيا بعد مجابهة مهمة حول أسعار الطاقة في العام 2014، وصلت إلى بدايات تفاهم كرست الآن مع موسكو. وعلي أيضا الاعتراف أن موسكو في موضوع حرب اليمن بالذات لم تكن سلبية، ولذلك كان هناك تقاطعات. بالنسبة لسوريا تكلمت عن تنظيم الخلاف، لكن في النهاية السيد بوتين وبالرغم من مكاسبه التي حققها إبان إدارة أوباما وبرضا أو بتسليم من قبل إدارة أوباما، يدرك جيدا الآن أن هناك مطلب أمريكي مهم. نعم. هو فك الارتباط الاستراتيجي. نعم. الروسي الإيراني على الساحة السورية. نعم. سيكون ذلك برأيي محور للأشهر. نعم. القادمة. نعم. ومن هنا إذا كان السيد بوتين لا يريد الانزلاق في الرمال المتحركة. نعم. كما حصل مع الولايات المتحدة. نعم. في العراق من 2003 إلى اليوم. نعم. لا يمكن له أبدا إلا التعامل مع الأطراف الرئيسية في الإقليم، وعلى رأس هذه الأطراف. نعم. قوة الاستقرار الأساسية في الإقليم أي المملكة العربية السعودية. دكتور صالح، في المسألة السورية كيف تنظر موسكو للمملكة في هذه الأزمة؟ هل تنظر على اعتبار أنها إحدى الدول التي تخالفها في وجهة النظر، لنقول في هذه اللحظة التاريخية، ليس في قبل 4 سنوات أو 5 سنوات، الآن يعني وجود السعودية في الأزمة السورية من وجهة نظر موسكو كيف تراه؟ هل تراه عامل مهم في هذه اللحظة من أجل تحييد دور إيران التي نعرف أنها هي حليف أساسي بالنسبة لموسكو، أو أنها عامل استقرار من أجل ضمان الشكل الجديد ربما لسوريا المستقبل، أو وجودها ضروري لعدم يعني تنفيذ أجندات إيرانية، بالرغم من أن المملكة في الأساس مواقفها قريبة جداً من المواقف الأمريكية، يعني متوازية متوائمة؟ والمفارقة أنه روسيا والمملكة يتفقا على شيء من 2011 حتى الآن ولم يختلفا عليها، وهو موضوع الاستقرار، إعادة استعادة الاستقرار ليس في سوريا فقط، في المنطقة. ولكن مع ذلك هم يختلفون على يعني كيفية استعادة الاستقرار. فرغم الملامح يعني فيه بوادر، يعني خلاف تكتيكي في، لا مو خلاف تكتيكي، لا خلاف أكبر من تكتيكي، هو رؤية استراتيجية مشتركة. نعم. أنا أقول لك، لكن طبعا في بوادر يعني ملامح أنه تقارب في الموقف، لكن لا زالت سوريا محل خلاف، أظن
كلها محل خلاف، لا زال يعني بحاجة إلى يعني تواصل مستمر للوصول إلى نقاط تلاقي أكبر. أنا أظن طبعا مسائل الخلاف هي مسألة إيران، الدور الإيراني وموضوع الحل في موضوع إيران. لم تستطع الرياض حتى اللحظة أن تقنع موسكو أن إيران هي سبب حالة عدم تدخلاتها سواء في سوريا أو في الخليج أو في بعض مناطق، لم تستطع حتى الآن أن تقنع بس موسكو الروس. نعم بس موسكو حسب يعني ما سمعنا من رائد والدكتور خطار أنهم أن يعني موسكو متضايقة من الدولة هذا لا يعني نعم ليس هناك توافق تام، هناك نقاط خلاف، لكن يجب أن لا نراهن ولا إذا توجهنا هذا الاتجاه فأنا سنخسر. أن لا نراهن على قطيع يعني محاولة تفريق أو أوكي. يعني شق هذه العلاقة بين هناك يعني هي أعقد مما نتصور على المستوى الاستراتيجي على المستوى الإقليمي على المستوى العسكري على يعني في معطيات كثيرة جدا وتعلق حتى بالدور الأمريكي في المنطقة ومستقبل العلاقات الأمريكية إيرانية. لكن لو حددنا تحديدا ما الذي نريده من موسكو تحديدا، طبعا لا شك أن سوريا والصراع في سوريا مهم جدا بالنسبة للمملكة على المستوى الإنساني على مستوى التضامن العربي على المستوى الأخلاقي وعلى مستوى يعني موضوع استقرار المنطقة وأمني، لكن لابد للمملكة أن تحدد ما الذي تريده من موسكو. أولويات السياسة الخارجية السعودية مرتبطة بأمنها القومي، أمنها الوطن يعني أمنها القومي يتعلق يعني محدود بإطارها الجغرافي. مصادر التهديد الأساسية هي في اليمن وفي الجزيرة في الجزيرة العربية في الخليج وفي اليمن، هاتان المنطقتان التي يعني يفترض أن تركز جهود المملكة يعني سواء تحديدا مع روسيا وغيرها من الدول فيما يتعلق بالوصول إلى نقاط تقارب حولها تماما ومحاولة إيجاد يعني موقف مشترك ينهي يعني الوضع القائم الآن الراهن الحرب المستمرة في اليمن وكذلك حماية أمن الخليج من التهديدات الإيرانية. لا يعني هذا التخلي عن الملف السوري على الإطلاق لا يمكن، لكنك لا تجعل أولوية، لأنه بالنسبة كما ذكر الزميلان سوريا بالنسبة لروسيا منطقة يعني وجودها وحضورها القوي حضور استراتيجي على مستوى دولي على مستوى إقليمي ولها أبعاد نعم. تاريخية نعم. المشكلة هنا يعني أنه بالإضافة إلى إشكالية يعني خلافنا حول الدولة الإيراني هناك مشكلة الآن فيما يتعلق بالحل. الآن روسيا انصرفت تماما عن أصل المشكلة اللي هي هذا النظام استمرار هذا النظام في قمع شعبه، هم انصرفوا إلى مسار آخر اللي هو يعني تثبيت إطلاق النار وكأنه أصبح غاية، ولذلك هذه المفاوضات مستمرة في السنة وليس لها نهاية حقيقة. بينما المملكة ترى المشكلة الأساسية في النظام. يعني إنهاء يعني هذا النظام الذي استمراره يعني استمرار هذه يعني حالة عدم استقرار واستمرار الصراع. فلا بد أن نصل إلى هذه القناعة أولا أنه يعني روسيا متصلبة في موقفها ويعني بالرغم من المباحثات سواء السعودية الروسية أو غيرها أو حتى الأمريكية الروسية لم يتغير الموقف الروسي بما يتعلق يعني سوريا ومستقبل سوريا وموضوع النظام السوري ما لم يتغير وهذا يعبر عن لافروف بشكل يومي. يجب أن نصل إلى هذه القناعة. النقطة الثانية كما ذكرت وين مناطق المهمة بالنسبة لي في يعني في المملكة العربية السعودية على الجغرافيا السورية موقفا روسيا واضحا وصريحا على الجغرافيا على جغرافية سوريا تقصد أنا على مستوى سوريا لكن أقصد بالنسبة للمملكة في علاقتها بموسكو يكون حاضرا في ذهننا ما هي الأولويات. لا بد أن نضع أولويات. مشكلتنا حقيقة في السياسة الخارجية السعودية رغم النشاط الهائل الكبير جدا المكثف الآن في على الساحة الإقليمية والدولية إلا أننا منذ يعني يمكن بنهاية الحرب الباردة يعني المنطقة شهدت تغيرات هائلة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لم نعيد يعني صياغة للسياسة الخارجية السعودية في مبادرات مكثفة، لكن ما هو أساس يعني لهذه المبادرات؟ ما هي الرؤية التي تحمل المملكة العربية السعودية واللي على أساسها يعني تبنى هذه المبادرات؟ وهذه الإشكالية اللي ذكرناها في البداية، هنا مبادرات هنا قفزات هنا يعني اتصالات مكثفة ولكنها تنتهي في الغالب إلى شيء للأسف لأنك أنت بحاجة أنت دولة محورية في المنطقة
والمنطقة شهدت تحولات جذرية استراتيجية بحاجة إلى إعادة محافظة على الزخم يعني. نعم بحاجة إلى إعادة تقييم ما هي الأولويات وين مناطق يعني مصالح الوطنية اللي هي تعتبر خطوط حمراء واللي لابد يعني تكون هي الأولوية في علاقاتي مع خاصة مع الدول الكبرى زي روسيا. نعم أنتقل إلى موسكو سيد رائد، يعني أحد أهم المواضيع التي طرحت اليوم هو موضوع التطرف ومكافحة الإرهاب، وكان هناك إشارة واضحة إلى ضرورة التعاون بين الجانبين فيما يخص مناطق آسيا الوسطى. كيف تقرأ هذه الإشارة الواضحة في البيان الرسمي السعودي في اللقاء الذي جمع الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان؟ يعني بطبيعة الحال هناك محاولة من الطرفين، سعي من الطرفين من أجل الوصول إلى النقاط المشتركة الأساسية التي يمكن التحرك بها عمليا. يعني الإعلان عن التقارب اقتصاديا وسياسيا في عدد من الملفات لن يكون كافيا من دون الحديث عن نقاط مشتركة أساسية يتم الانطلاق منها. هناك فهم مشترك بأنه الإرهاب يهدد كل الأطراف، يهدد على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وأن هناك فهم مشترك أيضا لضرورة الانطلاق إلى جبهة عريضة لمواجهة الإرهاب. إنما يبقى الخلاف في التكتيك على الآليات، أنه حتى الآن كانت هناك تباينات في الآليات أنه كيف يتم التعامل مع الإرهاب أولا، وثانيا مشكلة سوريا أنها أوجدت تباين في تعريف من هي الفصائل التي يجب التعامل معها كفصائل إرهابية أو لا. الإشارة إلى آسيا الوسطى ربما تكون مهمة، لأنه حتى الآن تواجه موسكو بعض الفصائل والتنظيمات التي تعتبرها إرهابية، وكان هناك اتهامات بأنها بشكل أو بآخر مدعومة من بلدان في الشرق الأوسط وخصوصا من المملكة. الآن هذه الإشارة تبدو أنها واضحة من أجل إيصال رسالة إلى الطرف الروسي بأنه المملكة مهتمة بتصعيد التعاون، بتعزيز التعاون مع موسكو في هذا الإطار، وليس لديها أي توجهات أخرى من أجل يعني أن تكون الأمور واضحة في مسألة ما هو تعريف الإرهاب وكيف يمكن التعاطي معه. عموما أنا أريد أن أشير إلى نقطة، أنه الانطلاق الأساسي أعتقد ليس من هذه الزاوية في محاولات الآن يعني الانطلاق إلى تطبيع واسع للعلاقات، ربما محاولة تقريب وجهات النظر حتى في القضايا الخلافية الأساسية. إنما نحن أمام مشهد جديد الآن في سوريا وفي المنطقة عموما. يعني روسيا باتت تدرك جيدا خصوصا بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار إلى المناطق الآمنة أو المناطق خفض التوتر في سوريا، إنه لا يمكن المراهنة على خفض توتر كبير وواسع باعتماد ثلاث دول ضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، هي كلها ليست بلدانا عربية. لذلك هي بحاجة الآن للمملكة، هي بحاجة لفتح أبواب للحوار أكثر والتقارب أكثر، بحاجة لإشراك الأطراف العربية الأساسية من أجل ضمان تحقيق تقدم في هذا الاتجاه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني يسمح لي أرجع لموضوع إيران هنا، إنه حتى الآن وجهت موسكو مجموعة من الرسائل، ربما الإشارات الواضحة إلى المنطقة بأنه هي لا تريد أن تظهر وكأنها تنخرط في حلف مع إيران في مقابل حلف آخر لبلدان عربية مع الولايات المتحدة مثلا. هي لا تريد أن تنزلق إلى هذا الفصل أو هذا يعني هذا المشهد من الأحلاف والمحاور في المنطقة. لذلك كانت إشارة واضحة من موسكو بالمناسبة بعد قمة الرياض مباشرة، أنه يتم العمل الآن بشكل نشط من أجل تحديد موعد لقمة روسية خليجية قبل نهاية العام. يعني يبدو أنه بعد قمة الرياض مباشرة إعلان نائب الوزير ميخائيل بقدانف، نائب وزير الخارجية ميخائيل بقدانف، عن الحديث عن هذا الموضوع، يبدو أنه كان أيضا إشارة واضحة أنه نحن لا نريد أن ننتمي، روسيا لا تريد أن تنتمي إلى سياسة الأحلاف والمحاور، وهي مستعدة بالفعل للانفتاح بشكل واسع جدا على مجلس التعاون الخليجي وعلى المملكة السعودية. نعم دكتور خطار، ما أهمية مسألة مكافحة الإرهاب والتطرف في شكل أو مسار العلاقات السعودية الروسية؟ نعم، هذا هو العنوان العريض الآن لكل السياسات العالمية. لاحظنا كيف أن القمم التي عقدت في الرياض كلها ركزت على هذا الموضوع
خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باريس بالأمس، كان هناك التركيز الأساسي التوافق الفرنسي الروسي على إنشاء مجموعة عمل لمتابعة الحرب ضد الإرهاب. المملكة العربية السعودية تاريخيا ساعدت روسيا على إنهاء مسألة الشيشان، هناك أشياء تعلن أشياء لا تعلن، كل بالرغم من كل الدعاية السلبية وكل الكلام كان هناك إيجابية من قبل المملكة. والآن عندما يتم الحديث عن آسيا الوسطى، هناك إدراك عند القيادة الروسية بالدور المؤثر للمملكة في عند المسلمين في العالم. كان هناك كلام من لافروف وغير لافروف ضد النظام السني في سوريا، وكان هناك دوما كلام بعض المرات من قبل استراتيجيين روس عن أنه يتم الدفاع عن موسكو ضد التطرف الإسلامي انطلاقا من الشام وانطلاقا من بلاد الشام، وهذا هذه البلاد هي خط الدفاع الأمامي. في كل ذلك كان هناك هروب للأمام. روسيا هي بلد فيه ليس فقط أقلية، فيه مكون مسلم مهم. روسيا غير دول آسيا الوسطى، يعني في حدود العام 2040 لا أدري كم سيصبح عدد السكان المسلمين داخل روسيا الاتحادية لوحدها، رقم كبير ربما يتجاوز 40%. ولذلك روسيا بحاجة لهذه العلاقة مع العالم الإسلامي، وألا تبدو لا مع طرف في هذا العالم ضد طرف آخر ولا معادية له. ومن هنا الحروب أثرت في هذا الموضوع، ما جرى في الماضي وما جرى في سوريا الآن أثر. ولذا هذه اللفتة عن آسيا الوسطى فيها نوع من إعادة معالجة الواقع، إعادة قراءة أتمنى أن تكون جدية وملفتة ومنتجة، لأنه من دون وعي لا يتم تجاوز ما يسمى اصطدام الحضارات. ومن دون مسعى هذه النقطة اتضحت دكتور خطر، الدين عن الشأن. أنتقل في عجالة للدكتور صالح، إشارة آسيا الوسطى في البيان الذي صدر عن هذه الزيارة. نعم، هذه يبدو لي أول مرة يعني في بيان سعودي روسي يشار إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في وسط آسيا، وهذا يبدو لي أنها مبادرة روسية، وهي تأتي انطلاقا من إدراك لدور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، دورها على مستوى الإقليم وعلى مستوى معترف به دوليا حقيقة، والمملكة شريك أساسي في مكافحة الإرهاب وحققت نجاحات مهمة لذلك، وهذه قضية مهمة بالنسبة لروسيا، والمملكة يعني من المؤكد أنها لديها استعداد لتبادل خبراتها مع أي طرف يحتاجه ولمواجهة هذا الخطر اللي يهدد العالم. لكن لا بد يكون للمملكة في هذا الموضوع تحديدا لها قراءتها الخاصة ولها رؤيتها الخاصة من المقصود بالتطرف هناك، ولذلك وأن تكون ضمن يعني مفهوم أوسع يتعلق بالإرهاب ومهددات الاستقرار في المنطقة، لأنها منطقة مشتركة واحدة في آسيا، امتدادا من وسط آسيا إلى القوقاز إلى الشرق الأوسط، فيجب أن تكون المملكة رؤيتها الخاصة فيما يتعلق بالتعاون في هذا الملف. شكرا لك دكتور صالح الختلان، كنت معي. شكرا لك رائد جبر من موسكو. شكرا لك دكتور خطار أبو دياب من باريس.